بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدنج. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على طريقة التداول بشمعة البنبار كتطبيق عملي. شمعة البنبار تنقسم إلى 4 أنواع من الشموع، كل نوع يسمى حسب مكانه في الشرط وحسب اتجاه الذيول فيه، واتكلمنا قبل كده عن الشمعة دي في فيديو سابق يفضل الرجوع إليه. قلنا إن شمعة البنبار تنقسم إلى 4 أنواع: الهامر، الهانجينج مان، الشوتينج ستارت، الانفيرتد هامر، وهي تتفق جميعا في الصفات الآتية: جسم الشمعة صغير، والذيل تقريبا ثلاثة أمثال طول الجسم، ولون الشمعة غير مهم. النهاردة هنبدأ بالتطبيقات العملية على شمعة البنبار. أولا شمعة بنبار الهمر على الشرط يكون زي ما احنا شايفين كده، تأتي في نهاية اتجاه هابط حيث تكون عاكسة للاتجاه وبقوة، لكنها تحتاج إلى مؤكد، قد يكون ذيل الشمعة السفلي عادة ما يعمل كدعم لارتفاع الأسعار، وهي شمعة شرائية زي ما احنا شايفين كده على الشرط. في المثال اللي قدامك ده هتلاقي هنا شمعة المطرقة في نهاية اتجاه هابط، المتوقع في هذه الحالة الصعود ودخول المشترين. طبعا انت بتاخد مدة الصفقة على حسب تحليلك وعلى حسب التايم فريم اللي انت واخده واللي انت شغال عليه. هتلاقي هنا السهم الاحمر ده بيدلك على ان الاسعار في هبوط، وفي نهاية الهبوط هتلاقي شمعة البنبار الهامر ظهرت، ممكن من بعدها تدخل صفقة شراء زي ما احنا شايفين كده في اتجاه السهم الابيض اللي ظهر قدامك ده. المثال الثاني عندي هنا بنبار الصاعد، برضو هنا على الشرط ده هتلاقي عندي هنا كذا شمعة بنبار. لو تلاحظ الشمعة الأولى كان لونها أخضر، جت في نهاية اتجاه هابط، بعد كده ممكن تدخل صفقة شراء بعد الشمعة اللي عليها دايرة دي، وممكن تدخل شمعة واثنين وثلاثة، ويفضل الدخول بعد شمعة التأكيد الأولى. وكمان هتلاقي شمعة بنبار هامر لونها أحمر، عشان كده بنقول ان اللون غير مهم سواء احمر او اخضر. كمان هتلاقي الشمعة دي زي ما احنا شايفين جت في نهاية اتجاه هابط، مما يدل على ان الاسعار سوف تصعد بعد كده، عشان كده ممكن تدخل صفقة شراء. بس الشمعة دي اقوى من الشمعة اللي قبلها ومش محتاجة تأكيد، لانها جت عند منطقة دعم قوية وفي نهاية الاتجاه الهابط، ومن بعدها صعدت الاسعار، عشان كده ممكن تدخل صفقة شراء وانت مطمن. المثال الثالث اللي قدامي ده زي ما احنا شايفين كده على الشرط، الشمعة اللي لونها احمر هي البنبار، حيث جاءت في نهاية اتجاه هابط، ممكن تدخل من بعدها صفقة شراء كما هو موضح على الشرط. المثال الرابع هتلاقي برضو شمعة بنبار هامر جت في نهاية اتجاه هابط، برضو ممكن تدخل صفقة شراء. على الرسم هتلاقي السهم الأبيض بيوضح عملية الهبوط للشموع الحمراء، في نهاية هذا الهبوط هتلاقي شمعة البنبار الهمر، تلاقي ظل الشمعة أو الشادو أو ذيل الشمعة، ثلاث أمثال جسم الشمعة، هذا الذيل لمس منطقة دعم قوية، من بعدها الاتجاه اتعكس وتدخل المشترين بالشراء، عشان كده ممكن تدخل معاهم صفقة شراء ناجحة بإذن الله. ثانيا شمعة البنبار هانجينج مان، أي الرجل المعلق أو الرجل المشلوق، هتلاقي على الشرط شمعة بيعية. الشمعة دي جت في نهاية ارتفاع صاعد، حيث الاتجاه يعبر عنه السهم رقم واحد والشمعة رقم اثنين في قمة الاتجاه الصاعد. جسم الشمعة صغير، والذيل رقم ثلاثة طويل حوالي ثلاثة أمثال جسم الشمعة، ممكن بعد الشمعة دي تدخل صفقة بيع شمعة أو اتنين زي ما انتوا شايفين كده في الشموع رقم 3 و5، حيث يكون الاتجاه هابطاً.
ثالثا شمعة بمبار الشهاب الساقط أو كما يطلق عليها شوتينج ستار، وهي أيضا شمعة بيعية هتلاقيها جت في نهاية اتجاه صاعد، وحيث أنها شمعة عاكسة للاتجاه ممكن تدخل من بعدها صفقة بيع كما هو موضح على الشارت. هتلاقي هنا شمعة بمبار شوتينج ستار تكونت في نهاية اتجاه صاعد، يبقى على طول بعدها ادخل صفقة بيع. لو بصيت على السهم الأبيض اللي قدامك راسم اتجاه البائعين بعد شمعة شوتينج ستار، ادخل معاهم على طول صفقة بيع، وبرضه بتحدد مدة الصفقة على حسب تحليلك وعلى حسب التايم فريم اللي انت شغال عليه. المثال اللي بعده ايضا على الشوتينج ستار، هتلاقي شمعة البين بار بتاعتها حيث في نهاية اتجاه صاعد للأسعار، يبقى على طول تدخل صفقة بيع كما هو موضح على الشارت. السهم اللي قدامك ده اللي اترسم الأول كان يدل على دخول المشترين بشكل قوي، إلى أن وصلت الأسعار لقمتها، كونت عند القمة بين بار شوتينج ستار، بعد كده تدخل البائعون بعدها بالبيع، وكمان ظهرت شمعة بين بار شوتينج ستار مرة كمان اللي مكتوبة بالخط الصغير ده، بعدها ممكن تدخل صفقة بيع وانت مطمن. عندي كمان مثال على شمعة البين بار شوتينج ستار اللي بتدل على ان الاتجاه سيكون هابط. عندي هنا شمعة بين بار زي ما احنا شايفين على الشارت في نهاية اتجاه صاعد، بعدها على طول ممكن تدخل صفقة بيع. الشمعة اللي عليها الشكل البيضاوي دي هي دي الشمعة اللي بنتكلم عنها، واضح ان جسمها صغير بالنسبة لطول الذيل، والرأس لأسفل والذيل من أعلى، حصل بعدها هبوط على طول وتدخل بعدها البائعون بالبيع، عشان كده انت كمان ممكن تدخل معاهم صفقة بيع على طول في حالة وجود منطقة مقاومة، او ممكن تستنى شمعة التأكيد اللي بعدها اللي هتأكد لي بنسبة كبيرة جدا ان الاتجاه سوف يكون في هبوط، وممكن تدخل من الشمعة التانية او التالتة. رابعا النوع الرابع والاخير من شموع البين بار هو شمعة انفيرتد هامر، المطرقة المقلوبة، تأتي في نهاية اتجاه هابط وتكون عاكسة للاتجاه، ولكنها تحتاج الى مؤكد، ولذلك يفضل الانتظار حتى ظهور ما يؤكد ان تحليلك صح، بعد كده ادخل بالشراء كما هو موضح على الشرط. اتجاه السهم رقم واحد، رقم اتنين الشمعة نفسها المطرقة المقلوبة، من بعدها ادخل صفقة شراء وانت مطمن. وانتهاء شرحنا للنوع الرابع من الشموع اليابانية الخاصة بشمعة بمبار، نكون قد انتهينا من شرح شمعة البمبار بكل تفاصيلها النظرية والعملية. وفي النهاية أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل، آمين يا رب العالمين. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.